نعم كوثر، التفاصيل الجديدة هي بانتشال المواطنين جثمان شهيد على عربة يجرها حيوان من منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح. هذه المنطقة التي تعرضت على مدار الخمسة أيام الماضية لعملية عسكرية واسعة، تعرضت المنازل والبنى التحتية إلى دمار واسع، أحياء سكنية تم تدميرها، عشرات المنازل تم تدميرها في تلك المنطقة، أعمدة الكهرباء، شبكات المياه، شبكات مياه الصرف الصحي كلها تعرضت للدمار في منطقة أبو العجين ومنطقة وادي السلقة. وأيضا هناك سيارات الإسعاف هرعت إلى تلك المنطقة للبحث عن جثامين الشهداء في الطرقات وتحت أنقاض المنازل، وتعمل طواقم الدفاع المدني في تلك المنطقة من أجل أيضا انتشال لجثامين عدد من الشهداء من تحت المنازل التي تم قصفها بالطيران الحربي أو بالمدفعية الإسرائيلية أو أثناء عملية نصف المنازل في منطقة أبو العجين. فبالتالي الناس تعود إلى منازلها في تلك المنطقة، منازل مدمرة، البنية التحتية مدمرة، شوارع مدمرة، كل شيء مدمر في منطقة أبو العجين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من تلك المنطقة. أيضا هناك قصف مدفعي على شرق البريج وشرق المغازي وشمال مخيم النصيرات. هذه المناطق أيضا نسمع دويا انفجارات بها بين الفينة والأخرى ناتجة عن قصف مدفعي مكثف على تلك المناطق. أيضا سيارات الإسعاف تهرع إلى تلك الأماكن، لكن حتى الآن لم تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى ولم تنتشل أي شهيد أو أي إصابة من تلك الأماكن. لكن كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. وتكون حصيلة شهداء اليوم في وسط قطاع غزة خمسة شهداء جراء القصف الجوي الإسرائيلي، وانتشال أيضا شهيدين من منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح، وإصابة عدد آخر بجراحة مختلفة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة كباقي المحافظات. أيضا هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في سماء وسط قطاع غزة، وهي تحلق على علو منخفض ويسمع صوتها بشكل واضح. واستمرار التحليق المكثف للطائرات يعني استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية واستمرار العدوان على كافة محافظات قطاع غزة. وبالتالي هنا في وسط قطاع غزة 1,100,000 نازح ونازحة في ظروف صعبة للغاية نتيجة عدم توفر أبسط مقومات الحياة سواء في الرعاية الصحية أو في الحصول على الغذاء والمياه النظيفة بسبب عدم دخول المساعدات منذ نحو الشهر إلى قطاع غزة عبر المعابر التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي وأغلقها، ولم يتم إدخال أي من المساعدات خلال الشهر الماضي بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي وبعد إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري. فبالتالي الناس بدأت تستنزف المواد الغذائية التي بحوزتها والتي تسلمتها خلال الأسابيع الماضية، والآن بدأت تنفذ هذه المساعدات من النازحين، وبالتالي لا يجدون الغذاء ولا يجدون المياه ولا يجدون أبسط الرعاية الصحية في كافة مشافي قطاع غزة التي خرجت عن الخدمة. في وسط قطاع غزة مستشفى شهداء الأقصى يقدم الرعاية الصحية لأكثر من 1,000,000 نازح ونازحة، ولكن هذا المستشفى لا يستطيع أن يستوعب الأعداد الكبيرة من النازحين أو من أعداد الشهداء أو الجرحى جراء استمرار تلك الغارات الجوية الإسرائيلية. فبالتالي المستشفى شهداء الأقصى فقط يتسع لعدد محدود من المرضى والجرحى، لكن هناك أعداد كبيرة يعني أصيبوا جراء استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، وهناك مرضى مزمنين وهناك أيضا أمراض أخرى نتجت عن تكدس النازحين في مراكز الإيواء، أمراض جلدية، الكبد الوبائي، الكوليرا، السحايا وغيرها من الأمراض منتشرة في كافة مراكز الإيواء. فبالتالي الظروف صعبة وقاسية جدا مع استمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار أيضا وتشديد الحصار المفروض على القطاع. شكرا جزيلا أيمن أبو شنب مراسل غد، كنت معنا من دير البلح.